في عناوين النشرة: شرق أوسط أبيض جديد ثلوجه تقارع الحروب، عاصفة لبنان حميدة إلا على النازحين والتبرع في البيال، اللحوم التي تأكلونها مبللة بالصدأ، المي عم تنزل على الشغيلة وعلى العمال وعلى التجار وعلى المستهلكين. في الخاص: مدد لنجدد. إذا في حالة تجديد يجب تعديل البيت، الفقرة اللي بتمنع انتخاب رئيس الجمهورية مثل إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته. فصائل الحرب في سوريا: الأصولية تحارب الحر. وفي النشرة: بدك بيت ب$40,000، وقرد إيران عاد من الفضاء بسلام. تفاصيل هذه العناوين وغيرها ترقبوها بعد قليل. مساء الخير. شال أبيض لفح المنطقة فأصبح لدينا شرق أوسط جديد مبني على الثلوج عند مندرجاته. يا خبر أبيض غطى على الأنباء السود، فتدحرج أطفال سوريا على جليده النقي الذي يقارع سلاح الموت والذبح من قرية إلى أخرى. سماكة الثلوج في فلسطين ضربت بدورها مراحل التفاوض الانتقالية وأهلت بيت لحم لليلة الميلاد والصلاة على نية مسيحيين في الشرق يخطفون ويهجرون ويلاحقون في بلدان يطوقها زنار النار. بياض لبنان جرى تطويق كوارثه بتعطيل استباقي، فانحسرت العاصفة من دون أضرار تستدعي حالة طوارئ، لكن الأثر البالغ وقع على النازحين السوريين المنتشرين في الأعالي، وحيالهم لم تلتزم الدول المانحة أيا من المساعدات المقررة في مؤتمرات الدعم برعاية دولية. واليوم وصل رئيس حكومة إيطاليا إلى لبنان حيث أعلن تقديم نحو $15 مليون مساعدات للنازحين، وغالبا ما يغادر المسؤولون الدوليون بلا دفع الفواتير ولا تحديد أطر تقديم المساعدات، ليبقى لبنان وحده يواجه أزمة بحجم نصف عدد نسماته السكانية. وفي الإطار تبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل حملة تبرعات شعبية تقودها مؤسسات مدنية سوف تبادر إلى تقديم المساعدات العينية مباشرة إلى النازحين ويدا بيد. إذن مشهد الثلج يوحد بلدان الشرق الأوسط تطوف بالمياه والأراضي المحتلة كذلك. نجحت العاصفة المناخية في رسم ضحكة على وجوه الأطفال السوريين بعدما غادر الفرح بلادهم. هؤلاء استعادوا طفولة سلبتهم إياها عاصفة الدمار التي اجتاحت سوريا. شهروا سلاحهم الأبيض في معركة ثلجية، ضحاياها يسقطون أرضاً ليقوموا مجدداً ويواصلوا لعبة الحياة. في غزة المحاصرة لم تكشف العاصفة إلا مزيداً من المأساة، فطافت الشوارع التي اعتاد أهلها الاهتداء إلى البدائل. العاصفة في القدس وأجزاء من الضفة الغربية المحتلتين كشفت اهتراء سلطات الاحتلال التي نصحت السكان بالبقاء في منازلهم وتجنب الخروج إلى الشوارع. وتجاوز نطاق العاصفة الثلجية قدرة خدمات إنقاذ المئات الذين حوصروا في سياراتهم على الطرق السريعة قرب القدس، وجرى إغلاق كل الطرق السريعة المؤدية إلى المدينة حتى إشعار آخر، كما أطاحت فروع الأشجار المتساقطة خطوط الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن آلاف السكان في بيت لحم. شلل في حركة المرور في مصر التي عاشت مناخاً ما عرفته من عقود. وحده الأبيض استطاع سجن المصريين في بيوتهم وإخلاء الساحات من مياوميها سائرين.
في الأردن بلغت سماكة الثلوج 50 سنتيمتراً، فاستنفرت السلطة لفتح طرق خلت من المارة. وحدها حمامة السلام هذه ما زالت تبحث عن خريطة طريق. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فاجأ المواطنين عندما نزل من سيارته ليساعد أحد المواطنين العالق سيارته بين الثلوج، وقام بدفع السيارة مساعدا المواطنين على إخراجها من بين الثلوج. جولة في قضاء المتن، حيث اكتست القرى والبلدات بالأبيض. تقرير للزميلة رشال كرم. قضاء المتن كغيره من الأقضية غطاه الأبيض، وخصوصا بعد ليلة عاصفة خيل للجميع أن العاصفة أليكسا هبت مرتين. جولة الجديد في يوم أليكسا الخامس بدأت من بكفية التي غطى الثلج فيها تمثال الشيخ بيال جميل، ومنه توجهنا إلى دهور الشوير، وهنا كان مشهد الأشجار التي كللها الثلج ساحر للعين. نحن عادي هلا المشهد عندنا، نحن معودين على المتر متر ونص ثلج. هلا مشي هلا شو بتبقى شي 20 سم؟ هلا شي 20 سم، 20 سم يعني تسدي للوليد اللي بسموها. مش لإلكم؟ لا مش لإلنا. وصعودا نحو بلدة بولونيا ترى القديس مرمتر قد تلحف أيضا بنعمة السماء، لننتقل بعدها إلى الزعرور حيث استوقفنا مشهد هذين الشابين قرب هذه الاستراحة. بس يقولوا في عاصفة بنسبقها. والله ننطر. ايه خبروا انه عاصفه يابا 3-4 امتار ما بعرف شو. هون مثل ما انك شايفه هلا هون بلا في ثلج. في احلى منهم. شو انت عندك هون الاستراحه؟ عم بيجوا بلش يجوا العالم ولا؟ ايه بلشوا. لا عم يجوا بيعملوا حوادث كثير. كيف كانت امبارح واليوم؟ امبارح كثير كثير كان عواصف وريح، ريح بدون ثلج. يعني كثير كانت قويه. خفت على شو؟ لا ما خفت على شيء، بس خفت من الهواء ما يشبق انزل للقعده بس. شو بالترويقه بعد؟ تفضلوا لهونيك. ايه بالغدا بالترويقه بالعشاء. شو عاملين؟ هدول شو بيض وقورمة؟ ايه هذا بيض ياسر. مرحبا. كيفكم؟ شو طالعين لهون تتروقوا بالثلجات؟ مضبوط. لا بس هالترويقه ما بتتروقوا ببيروت ولا انا غلطانه؟ لا ما فينا نتروق ببيروت، ما نطلع لهون نتروق. شو هولي؟ هذا بيض بقورمة، هاي حمص بلحمة، هذا لبنة، وهذا زيتون، وهذا خبز مرقوق، وهذا فول. طيب وهذا المنظر شو قد شو بيسوى؟ ايه بيسوى مليون دولار. هون بالزعرور قرروا الشباب مش يطلعوا على السكي لانه ما فيهم يعملوا رياضه ثانيه وهي السيارات، بده يقدروا يخرقوا الجبال. رح نطلع مع جوني ونشوف كيف بتصير هيدي الرياضه. هلا انت عم جرب تطلع على الجبل؟ اكيد نطلع على الجبل نحن. جوني طب شو اللذه بالموضوع يعني؟ هي هيدي الشغله هوايه يعني بيدمه للواحد من هو صغير ليكبر، يعني هو انه بيطلع جيب بيطلع بيصير بده يطلع الثاني، بصير في اصعب طلعه واقوى طلعه واخف طلعه وحسب الجيبات. هلا نحن طلعنا هلا تقريبا اقوى طلعه. هكذا قرر هؤلاء الشباب ان يفتتحوا موسم الشتاء في اعالي المتن، وخصوصا ان الاماكن المخصصه للتزلج ما زالت مقفله. ولكن ومع انحسار العاصفه ستكشف شمس كانون ما سترته أليكسا. من أعالي قضاء المتن، رشا الكرم، قناة الجديد. شجرة الميلاد في وسط بيروت أضيئت بصور وأشكال رائعة. التفاصيل تطلعنا عليها مباشرة الزميلة نانسي السبع. نانسي مساء الخير. بيروت ارتدت حلة العيد، فماذا في التفاصيل وكيف يبدو وسط بيروت هذه الليلة؟ نانسي هل تسمعينني؟
يبدو أن هنالك عطل تقني بالنسبة للصوت، فنحن لا نستطيع الاستماع إلى الزميلة نانسي السبع. يوم بانتظار إصلاح العطل والعودة إلى نانسي السبع، نتابع سياق النشرة. يوم حافل في جمع التبرعات للنازحين السوريين قبالة البيال في بيروت. مواكبة لألكسا وما سيليها من عواصف مع بدء الشتاء، تجمع عدد من الجمعيات لجمع التبرعات المادية والعينية من أجل تقديمها إلى النازحين السوريين في لبنان. قبالة البيال وفي يوم واحد تقدم أكثر من 4500 شخص لمد يد المساعدة. هاي المبادرة اسمها أمناتا تورست. أنا مني سايح ببلدي، العالم تيجي لهون تحط غراضة، بيرجع بعد ما حط غراضة هون رح يتوزعوا من قبل كمان جمعيات الورد شايلد والورد شايلد والسوا على عكار وعلى البقاع ابتداء من بكرة. في 4000 شخص قدموا، بالمعدل أقل شخص قدم 3 كيس، أقل شخص وكان هذا. نحن صار رايح من هون حوالي 15 كميون، وبعتقد في قدم بعد بده يروحوا. نحن ورشه هون بنشتغل بالشمال، سوا فور ديفلوبمنت اند ايد بيشتغلوا بالبقاع، فهن نحن دائما عم ناخذ هدول السورت اوف دونيشنز. في كثير جمعيات ثانيه وفي كثير مبادرات ثانيه عم بتصير على الاراضي اللبنانيه، وطبعا هذا الشيء مش حيوقف، حنكمل. وفي على الفيسبوك ايفنت في الارقام، في اذا حدا بده بعد يتبرع فيكم تتصلوا فينا، نحن مستعدين. امران كانا لافتين في المتقدمين للمساعده هما عدد السوريين الكبير بينهم وامتناع معظمهم عن المجاهره بعطائهم. إذن بالعودة إلى شجرة الميلاد في وسط بيروت والتي أضيئت بصور وأشكال رائعة، التفاصيل من جديد مع الزميلة نانسي السبع. نانسي مساء الخير، ماذا عن بيروت التي ارتدت حلة العيد اليوم وسط بيروت، كيف يبدو في هذه الأثناء؟ من جديد العطل لم يتم إصلاحه. على كل نتابع سياق النشرة. لحوم ذبائح الأبقار تختلط بأمطار الشتاء والصدأ. قد لا يكون مفاجئا ما سنقوله لكثرة المفاجآت في لبنان، إليكم التالي: لحوم الأبقار التي تذبح في لبنان ليلا وتبتعونها صباحا مشربة بالمياه والصدأ. وللأمانة بدأ ذلك مع قدوم الشتاء والعواصف المتوافدة إلى لبنان. مسلخ الكارانتين الذي يوزع اللحوم على مناطق لبنانية عدة مهدد بالانهيار والتوقف عن العمل، فكلما أمطرت السماء غرق بالمياه وازداد الصدأ، ويضطر العمال إلى الذبح في ظروف غير صحية وتحت المطر المتساقط عليهم وعلى البقر المذبوح. نحن المسلخ وقت اللي تعمر وابتدى مع أساس أنه مؤقت ويعملون لنا مسلخ أو إعادة هاي المسلخ القديم أو بناء مسلخ جديد. وقت اللي وصل المسلخ هلأ للحالة المزرية من قبل 3 سنين وعم بنراجع نراجع نراجع، المي عم تنزل على الشغيلة وعلى العمال وعلى التجار وعلى المستهلكين من 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 فوق من 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 السقف. الألمنيوم اهترى، أعمدة الحديد سوط الحديد كمان صار فيها صدي وهريان ومثل ما بقول نخرة الصدي. يعني صف المسلخ مش آمن بتجهيزاته. يؤكد أمين سر اتحاد القصابين سابقا أن المطلب لم يلقى أذانا صاغية لأسباب طائفية، على الرغم من تأييد محافظ بيروت بالتكليف نصيف قلوش ورئيس بلدية بيروت بلال حمد له ورغبتهما في تحسين أوضاع المسلخ. وفد من تجار المسلخ طلعنا قابلنا الرئيس البلدية، ورئيس بالحرف الواحد بيقول بعض الأعضاء البلدية مش قبلانين. مين اللي مش قبلانين؟ قول يا رئيس البلدية. قال يا خيب العربي المشبرح بعض المسيحيين منهم قبلانين. اتصلنا برئيس بلدية بيروت حمد للوقوف على حقيقة ما يجري، غير أنه رفض إجراء مقابلة لأنه في عطلته الأسبوعية، واكتفى بالتوضيح لنا عبر الهاتف. ما بدي حتى بالإطار الطائفي، خلينا نحطها بالإطار الخلاف أنه منطقة الكارانتينا هل هي منطقة نحن عم نشتغل عليها لإجراء تخطيط عمراني لكل المنطقة؟
المصيبة بالمنطقة لبنى أنه عم بيصير فيها سكلين وعم بيصير فيها المسلخ وعم بيصير فيها الأمور. في ناس عندها وجهة نظر أخرى أنه هذه المنطقة لازم تتحسن وتصير واجهة بيروت الشمالية. طيب من اللي حيقول عنها هلأ؟ إذا ما اتفقنا على مكان جديد لمسلخ حديث أكيد حنقوم بإجراء جذري لترميم المسلخ المؤقت القائم حاليا. أي متى؟ يعني لا نوصل لهالاستنتاج إن شاء الله. يعني قد يكون انتهى فصل الشتاء ما هيك؟ يا ستي إن شاء الله نأمل خيرا. لا نية في تحسين المسلخ على الأقل في الوقت الحاضر، والمؤكد أنه كلما أمطرت بغزارة طاف المسلخ بالدم ولحم البقر. ونعود من جديد إلى الزميلة نانسي السبع في وسط بيروت على أمل أن تكون التالتة سابتة. نانسي سمعينا صوتك. مساء الخير جورج. مش الحال عال. يبدو أنه الميكرو جورج معود على الأخبار السيئة، الأخبار الحلوة ما بحب كتير أنها توصل، لأنه اليوم ما يجري أننا ننقل صورة جميلة من بيروت، هي صورة إضاءة شجرة الميلاد التي بمبادرة من مجلس بلدية بيروت تم وضع هذه الشجرة، وقام محافظ بيروت بالتكليف نصيف قلوش بإضاءة هذه الشجرة، معلنا بأن هذه الإضاءة إن شاء الله أن تعم على كل اللبنانيين بالفرح والسعادة والاستقرار. وفي هذا المؤشر من وسط بيروت بأن لبنان مستعد للأعياد بأمل جديد وبفرح جديد، علّه أيضا يكون بادرة لعودة المغتربين ولعودة الزوار والسواح العرب ليزوروا لبنان في هذا الموسم من السنة، موسم الأعياد، حيث يأمل كل اللبنانيون فعلا أن يكون موسما خيرا وفرحا. إذن رسالة أمل بأنه يمكن إضاءة شجرة الميلاد في لبنان، وما زال بالإمكان إضاءة هذه الشجرة وأن تبقى صامدة رغم كل العواصف السياسية العاتية التي تمر بها هذه المنطقة. جور، إذن ننسي المشاهد حلوة، ونتمنى أن يعتاد البلد والناس والميكروفون على الأخبار المفرحة والأخبار المضيئة وليس الأخبار السيئة. ميرسي فعلا، شكرا جورج، وينعاد عليك وعلى كل الزملاء أيضا بقناة الجديد. شكرا نانسي السبع. إذن أليكسا، إلى انحسار وأزمة النازحين السوريين مستمرة. أليكسا، إلى انحسار وأزمة النازحين السوريين مستمرة. هنا في مخيم الرفيد في قضاء رشي الوادي تحولت الحياة إلى تحد كبير لهذه الأسر مع انعدام أدنى مقومات العيش والتدفئة. أنا وضعي كتير صعبهم بالمخيم، يعني اثنين باركين معهم شلل دماغي بيتحفظوا، يعني ألم منه أنه الأمم المتحدة أنه تساعدني بفوت لأولادي. ولم يشفع لهؤلاء النازحين أنهم في رشي، منطقة وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، فلا دولة ولا منظمات إغاثة قادرة على تخفيف معاناتهم. الجميع نفض يديه من مسؤولية هؤلاء. وإلى مخيم عين الحلوى في صيدا، المعاناة عينها مع تبدل الأسماء والوجوه، لكن قصة الألم واحدة. هذه المرة تتجدد مع أسرة فلسطينية نازحة من سوريا هربا من الموت، فكانت الطبيعة بالمرصاد. المي كلها عم تفوت لعندي لجوا، والهي الخشب هون كله نزل، ما في يعني ما فيش قرنة تقعد فيها إلا كلها مي، وين تقعد على المي؟ مدينة صيدا شهدت انفراجات في الأحوال الجوية، فخرج المواطنون للتمتع بقليل من الدفء الذي افتقدوه طوال أيام، فيما بقيت حركة الملاحة والصيد البحري في ميناء المدينة معطلة بفعل العاصفة التي لم تسجل أي أضرار تذكر باستثناء بعض الأضرار المحدودة في المزروعات. في مدينة صيدا ما في شيء يحرز، يعني صار في من الهواء شجرتين انكسر جذوع منهم وتنظفوا، فالحمد لله يعني لغاية الآن الوضع مريح جدا في مدينة صيدا. في المناطق الحدودية الجنوبية استمر الجو مثلجا وعاصفا، وتدنت درجات الحرارة إلى حدود الصفر، وتساقطت الثلوج بغزارة ابتداء من ارتفاع 400 متر، وعملت جرافات على فتح الطرق والشوارع في مرجعيون نظرا إلى تراكم الثلوج. أما عروس الشلال جزين فكانت في أبهى حلة، حيث ارتدت ثوبها الأبيض للمرة الأولى هذا الموسم،
وبسماكة تخطى 30 سنتيمترا، المدينة الجنوبية استعادت حياتها الطبيعية التي كانت قد شلت كليا بفعل العاصفة، حيث عملت الجرافات والآليات التابعة لاتحاد بلديات جزين وبلديات المنطقة بالتعاون مع فرق وزارة الأشغال والدفاع المدني لإعادة فتحها. وأتاحت فسحة الطقس وأشراقة الشمس ظهرا للمواطنين الخروج لتزود الوقود والمواد الغذائية لمواجهة عاصفة الصقيع بعد عاصفة الرياح والأمطار والثلوج. ما الفرق بين التمديد لرئيس الجمهورية والتجديد له؟ وهل يقبل أي من فريقي 8 و14 من أذار بالتجديد بدلا من التمديد؟ تقرير رونا حلبي. لا للتمديد، شعار يرفعه الأفرقاء السياسيون على اختلافهم مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي. الكل متفق على ضرورة التجدد في سدة الكرسي الرئاسي وانتخاب رئيس توافقي جديد يخفف من وطأة الأزمة، لكن ماذا عن التجديد للرجل نفسه؟ فقد تحدثت صحيفة السفير نقلا عن مصادر دبلوماسية عن أن رئيس الجمهورية ميشيل سليمان لا يريد أن يمدد يوما واحدا، لكن إذا ارتأى اللبنانيون استمراره في موقعه لمنع تسلل الفراغ إلى كل مؤسسات الدولة فهو مستعد للقيام بهذه المهمة شرط أن تمر عبر القنوات الدستورية، ما يعني أن الرئيس قد يقبل بتجديد ولايته. أنا التقيت فخامة الرئيس قبل يومين وكان واضحاً وحاسماً في أنه يرفض التمديد، بل أكثر من ذلك هو منزعج من الكلام عن رغبته بالتمديد ورغبته بالتجديد. وبطبيعة الحال كان لابد من السؤال عن الفرق بين الطرحين، علماً أن كليهما يقتضيان تعديلاً دستورياً. إذا في حال التجديد يجب تعديل المادة الفقرة اللي بتمنع انتخاب رئيس الجمهورية مثل ما قلت لك إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته، ساعتها بعد ما تتعدل بده يلتقي مجلس النواب ويرجع ينتخب. نهايتاً بده التعديل الدستوري، بس التعديل الدستوري الأول هو موضوعي إذا صح التعبير، ما بيتعلق بشخص معين، بينما التعديل الدستوري الثاني بخصوص التمديد هو بيتعلق برئيس الجمهورية حاليا. وفي هذه الحالة أي التجديد للرجل نفسه يبدو التجديد أقرب إلى التمديد ولكن بالانتخاب، وعلى أي حال يبدو أن النواب من الفريقين لا يريدون تمديدا ولا تجديدا. تمديد يعني عن مدد للأزمة، معناتها نحن عجزنا أن ننتج جديد، عم نجي نقترح أن نمدد لهذه الحالة. بعتقد هذه الحالة مرفوضة وكل اللبنانيين بدون يطلعوا منها، فإذا هذا الحل مش مناسب. ثانيا التجديد، تجديد معناتها خيار رئيس جمهورية جديد، وقت اللي اليوم مطروح موضوع اختيار رئيس جمهورية جديد، انتخاب رئيس جمهورية جديد، بعتقد انه هناك خيارات اخرى مطروحة امام اللبنانيين، وشروط التوافق يلي ادت الى انتخاب الرئيس الحالي اليوم في 2008 ليست بقى متوفرة اليوم في 2013. اي تعديل من هذا النوع يحتاج لتعديل الدستور بأغلبية الثلثين، ولا اعتقد ان الظروف تسمح بذلك ولا التوازنات تسمح بذلك. ابتداء من لحظة دخول الاستحقاق الدستوري، استحقاق انتخاب رئيس جمهورية في 25 أذار، علينا جميعا أن نقدم كل ما لدينا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. أنا أريد يعني أن أبقى متفائل أنه بعد بست شهور ممكن أن نوصل تحت ضغط الذهاب إلى حالة أسوأ من اللي نحن فيها، كل الكتل النيابية بتعيد حساباتها وبتنتج تسوية معينة معقولة وفقا للتوازنات الموجودة بالبلد وفقا للواقع الموجود في البلد. وعلى مساوئه قد يدفع الفراغ الرئاسي باتجاه حلول سريعة بدل المراوحة التي سيحافظ عليها تمديد أو تجديد. رونا حلبي، قناة الجديد. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار وضبط الحدود أوقفت قوى الجيش مساء أمس في منطقة وادي حميد عرسال سيارة من نوع بيك أب فيها 3 أشخاص سوريين كانوا يحاولون دخول الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، وضبطت في حوزتهم عددا من الأسلحة الحربية الخفيفة والذخائر والرمانات اليدوية إضافة إلى أجهزة لاسلكية وأعتدة عسكرية متنوعة. كتائب إسلامية متشددة من ألوان عدة تحل محل الجيش الحر في النزاع الدائر على الأراضي السورية.
اختلفت خريطة القتال في سوريا بين اليوم وبداية النزاع، فبعد أن كان الجيش السوري الحر في الواجهة بدأ يفقد دوره تدريجا لتحل مكانه تنظيمات أصولية وإسلامية. قيادات الجيش الحر السابقة تعزو تراجعه إلى غياب الأيديولوجيا لديه، فيما تقاتل المجموعات الأخرى على أسس إسلامية متشددة. وفي وقت تحول الجيش الحر إلى مجموعات صغيرة تعمل غالباً تحت سيطرة المجموعات الإسلامية، تنشط الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأبرزها الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية المنتشرة في شرق وشمال سوريا. يتراوح مقاتلو النصرة بين 5,000 و7,000، وينتشرون في إدلب وحلب ودير الزور، فيما ينشط عناصر داعش في المحافظات الشمالية والشرقية، وهم سيطروا على المجالس المحلية في حلب وإدلب والرقة. وإضافة إلى هذين التنظيمين نشأ جيش المهاجرين والأنصار، ومعظم عناصره أجانب من شمالي الكوكاز ينتشرون في حلب وحما. أما أكبر تجمع عسكري إسلامي في سوريا فهو الجبهة الإسلامية التي تضم حركة أحرار الشام الإسلامية، وفي صفوفها 18,000 مقاتل يتوزعون على 4 ألوية، إذ يتمركز لواء الحق في حمص، وكتائب أنصار الشام في إدلب، وجيش التوحيد في دير الزور، ولواء مجاهدي الشام في حما. الجبهة الإسلامية الكردية تتفرع هي الأخرى عن الجبهة الإسلامية، وفي صفوفها 1,500 مقاتل يتوزعون في المناطق الكردية. وتكر سبحة التنظيمات المنضوية تحت لواء الجبهة الإسلامية. صقور الشام يسيطر على منطقة جبل الزاوية في إدلب ويضم 10,000 مقاتل. جيش الإسلام الذي يضم 30,000 مقاتل ويتمركز في الغوطة في ريف دمشق وجبال القلمون، إضافة إلى مجموعات في إدلب وريف اللاذقية. أما في ريف حلب فينتشر لواء التوحيد وفي صفوفه 10,000 مقاتل. وبعيدا عن الجبهة الإسلامية نشأت مجموعات مستقلة كألوية أحفاد الرسول، وهو تحالف يضم أكثر من 40 مجموعة إسلامية معتدلة فيها 9,000 مقاتل ينشطون في إدلب. وفي إدلب أيضا لجنة دروع الثورة المدعومة من الإخوان المسلمين والحاضرة في حما كذلك. وعلى الحدود السورية الأردنية وفي هضبة الجولان لواء شهداء اليرموك، وأخيرا وليس آخرا كتائب الوحدة الوطنية المنتشرة في جسر الشغور في إدلب وفي جنوب العاصمة دمشق وفي جبل الزاوية وفي درعا ودير الزور. رئيس الوزراء الإيطالي في زيارة رسمية للبنان يعلن فيها تقديم مساعدات إلى النازحين السوريين بقيمة 15 مليون دولار، وبلاده تستضيف مؤتمراً لدعم الجيش. زيارة دعم عسكرية وإنسانية للبنان اختار خلالها رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا مخيماً للنازحين السوريين في برج البراجنة ليطلق خطة بلاده الداعم اقتصادياً للبنان في هذه القضية. إيطاليا تقف إلى جانب لبنان وتريد مساعدته ليساعدكم. سياسياً استهل ليتا جولته من القصر الجمهوري في بعبدة، فأكد في الموضوع العسكري لرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان استعداد إيطاليا لرفع مستوى دعمها للجيش اللبناني، وبخاصة في مجالي التدريب وتقديم الخبرة العسكرية. كذلك عبر سليمان عن تقديره لقرار إيطاليا تنظيم مؤتمر دولي في روما لدعم قدرات القوات المسلحة اللبنانية بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، وذلك على سبيل متابعة تنفيذ توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان. وفي موضوع اللاجئين السوريين أكد الرئيسان أهمية التزام المجتمع الدولي مبدأ تقاسم الأعباء. وفي السرايا الحكومي أجرى ليتا مع رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي محادثات حول الوضع في المنطقة، معربا عن سروره من التطورات الجديدة في إيران والتزام بلاده دعم عملية السلام في الشرق الأوسط. إيطاليا ستنظم اجتماعا ولقاء في روما لتنظيم التعاون والدعم، ووعدت رئيس الوزراء بإرسال بعثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. كنت مسرورا جدا لأنني زرت مخيمات النازحين السوريين، وأكدت للسلطات اللبنانية مدى التزام إيطاليا بهذا الأمر، وهي ستضيف 50 مليون دولار من المساعدات بالنسبة للنازحين السوريين. وعلى المجتمع الدولي أن يساعد الدول المستضيفة وبخاصة لبنان. بلادي لن تترك لبنان وحيدا، ونأمل في أن يتحسن الوضع السياسي في لبنان ونصل إلى حلول في أسرع وقت ممكن. ميقاتي شكر من جهته نظيره الإيطالي على وجود الكتيبة الإيطالية في جنوب لبنان،
معلنا أن الفرص ما تزال متاحة لتنمية العلاقات بين البلدين. خلال لقاء أبلغني دولة الرئيس عن استضافة إيطاليا لمؤتمر الدعم تحت مظلة دعم لبنان، استضافة مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والقوات اللبنانية الأمنية، وهذا المؤتمر سيعقد قريبا في إيطاليا، إضافة على أن إيطاليا مستعدة وستقوم بعمليات تدريب للضباط اللبنانيين على كل المستويات. رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد خلال لقائه ليتا على أن المساعدة الأهم للنازحين السوريين تبقى العمل من أجل انعقاد مؤتمر جنيف 2 للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. إذا كنت تملك 5000 دولار كدفعة أولى لمنزل، فبإمكانك الإفادة من الحملة الوطنية السكنية التي تقوم بها جمعية دعم الشباب اللبناني ولمصرف لبنان الدور الأكبر. التفاصيل في هذا التحقيق للزميلة ألين حلا. بدك بيت ب40,000 دولار هو مشروع أطلقته جمعية دعم الشباب اللبناني بالتعاون مع سيار جروب، مشروع حلم بالنسبة إلى الشريحة الكبرى من الشباب اللبناني بعدما وصلت أسعار الشقق إلى مستوى قياسي تقلصت معه فرص أن يكون للبناني منزل خاص به حتى خارج العاصمة. فما هو هذا المشروع؟ إنشاء قرية نموذجية بيمتد على أرض حوالي 50,000 متر مربع، بيطلع فيها حوالي 65-70 مسكن، شقة بتتراوح من 80 متر. السلوغون تبعنا الأساسي كان بدك بيت ب40,000 دولار. وقت نحكي بيت ب40,000 دولار، لكن احنا عم نحكي عن شقة 80 متر ب40,000. نرجع للفكرة الأساسية، يعني المتر ب500 دولار، وهيدي هي كلفته الفعلية، يعني رح تكون قطنين نوم عمليا. هلا بيفرق ديتاي صغير إذا بدنا نعملها في سيستم أمريكان، تتكون تنقول بيكون المطبخ مفتوح open space على السالون وسال أمانجي، أو حتى فيها نلحظها، يعني من لنا نحن إذا بديك اثنين دو فاريانت فيها تكون كمان لحالها بمطبخ مسكر. الدولة فيها ساعد كتير منيح، لوك أول شيء فيها تقدم الأرض، تاني شيء فيها تعفينا من أي رسوم بلدية وغيرها من الرسوم اللي هي باهظة، اللي هي بتطلع حوالي تقريبا يمكن 6-7% من كلفة المشروع بتروح رسوم. ولكن ما هي الإجراءات المالية والقانونية المطلوبة؟ عملنا مشروع عنون رح نطرحه على النواب، من بينه يكون في أكيد السماح باستعمال المشعات. نحن اليوم عم نختار محلات فيها طرقات سريعة، مثل مثلا طريق متن السريع، طريق بعبد علي، طريق غزير بجوني، طريق مرشربل بجبال. حطينا دراسة موازية لدراسة الاستثمار مع الدولة، عم نعمل دراسة اقتصادية عم نطرحها كمان على المستثمرين وعلى المصارف. في حال هذه الدراسة استجيب إلى، يعني عملية يمكن فينا نقول 4-5 أشهر تكن البنك عمل دراسته، أنا بعتقد حسب إذا بدك المؤشرات الأولية أنه دراسة مقبولة ودراسة والمشروع رح يكون ناجح، وبالتالي البنك رح يفوت بهذا الاستثمار. وزيادة كمان رح يكون في عنا لقاء مع حاكم مصرف لبنان تنحطه الفكرة، يمكن مصرف لبنان هو يدعم هذه الفكرة. كيف بده يكون طريقة الدفع، عبر شركة أم عبر كيف؟ هل كاش أم بالتقسيط؟ يعني هو كتير بيهمهم كمان أمرهم الناس يعني. فكيف رح تتم؟ انتوا اكيد عاملين دراسه بهذا الشيء. اكيد الدفع ما رح يكون كاش، لانه هو معمول للشباب ما عندهم القدره يدفعوا مبالغ كبيره. بكل بساطه اليوم اذا ناخذ شقه ال40,000، جينا قلنا بيدفع الشاب 5000 دولار دفعه اولى، نحن عم نعمر بدنا تقريبا شي سنتين زمان، بالسنتين بيكون عم يدفع 200 دولار مثل ما عم ياخذ حيالله شقه عم تتعمر بالسوق. بس تخلص ويطلع السند الاخضر بيكون تعتبر دافع 10000 دولار، بيبقى عنده 30000 دولار. بياخذ السند بيروح بيجيب كارت اسكان طبيعي بدون قانون جديد، بياخذ 30000 دولار على الاسكان، بدل ما يقسط 150000 دولار يدفع 1000 دولار بالشهر، بيكون عم بيقسط 30000 بيدفع 200 دولار على 20 سنه تعتبر. شو هي اللي بيطمن الناس انه لا هيدا المشروع جدي، مش مثل باقي المشاريع الوهميه يلي اخذوا مصريات الناس وهربوا برا البلد؟ نحن بدايه طالبين هذا المشروع يكون برعايه الدوله اللبنانيه، تيكون اول شيء جامع لكل اللبنانيين، تما نسمح لحدا لشركه معينه هي تحط ايدها على الموضوع، او لمجموعه معينه، او لنايب معين، او لطرف سياسي. اليوم وقت الدوله ما رح يمشي الحال معنا، نحن رح نروح مع بنوكي ومستثمرين. هذا الاستثمار اكيد رح يكون متابع من مصرف لبنان. يعني بطبيعه الحال يحتاج مشروع كهذا الى مده زمنيه لانجاز كل متطلباته وتخطي عوائق قد يضعها السياسيون وكل متضرر من مجمعات سكنيه تفك ضائقه الشباب. ويضاف الى ذلك ان هذه المجمعات السكنيه ستوفر اكثر من 5000 فرصه عمل للشباب، وجل ما يحتاج اليه الامر هو دخول موقع الجمعيه عبر الفيسبوك والدعاء بعدم السماح للسياسيين بمحاوله احتكار أو إحباط المشروع. الوزير السابق ويام وهاب يؤكد أن تأليف أي حكومة تخالف صيغة 996 هو لعب بالنار،
ويدعو إلى الضغط على بعض الدول المعرقلة لتأليف حكومة تحفظ التوازنات. منى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الموقف الروسي خلال لقائه السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، وقال إنه صمام أمان ليس فقط في مجلس الأمن بل على الأرض في سوريا، وإنه حمى الكثير من المعادلات في المنطقة. ونبه وهاب من أننا قادمون على مرحلة صعبة والتي قد تشهد دخول عدد كبير من المسلحين إلى لبنان. يا فخامة الرئيس، أي حكومة، الحكومة المقبولة هي 996، وأي حكومة تخالف هذا المبدأ تكون لعب بالنار، ولا نعتقد بأنك تريد أو قادر على اللعب بالنار في ظل هذه الظروف، لأن اللعب بالنار يشعل حريقا لا يعرف أحد نتائجه في لبنان، ولا نعتقد بأنك أنت ممن يريدون إشعال مثل هذه الحرائق. لذلك الضغط يجب أن يتم على الدول المعرقلة لتشكيل حكومة تحفظ التوازنات، لأنه يجب أن نطور هذا الشيء في إطار المكافحة الإرهاب، لأنه من أهداف العملية السياسية يكون هناك من أهم المواضيع هو توحيد الجهود للتصدي للإرهاب في سوريا. واعتبر زاسبيكين أن وقف تسليح وتمويل المجموعات المسلحة أمر إيجابي. جمعية لبنان تطلق خطة بعنوان 24 ساعة بتغير حياتي. احتفلت جمعية لبنان بإطلاق خطتها لعام 2014 وبتخريج المشاركين في ورشة عمل تحت عنوان 24 ساعة بتغير حياتي، التي أقيمت بالتعاون مع جمعية شبان المسيحيين برعاية رئيس تجمع الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي. وتعمل جمعية لبنان على إطلاق المبادرات الشبابية وإشراك الشباب في الحياة العامة وتوجيههم في اتجاه التنمية. أما إقصاء الشباب عن المشاركة في الحياة العامة في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وتحت أي زريعة من الزرائع الواهية، يعني ببساطة ضرب البنية التحتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفريط بقدرات الشباب ودورهم في التنمية السياسية والثقافية. فحذار أيها الشباب والشابات أن يصادر أحد دوركم ومهمتكم فرادة ومجتمعين وجمعية أن تحودوا دون ذلك مهما كان الثمن. وفي الختام عرض فيلم وثائقي عن أهداف الجمعية ووزعت الشهادات على الخريجين. لمناسبة عيد الميلاد المجيد كرمت اللبنانية الأولى وفاء سليمان أطفال الضباط والعسكريين في لواء الحرس الجمهوري وموظفي المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بدعوتهم إلى احتفال في القصر الجمهوري في بعبدة، تخلله عرض ترفيهي وبهلواني للسيرك دو ليبان. وحضرت إلى جانب السيدة الأولى عاقلات الموظفين الكبار والضباط في القصر الجمهوري، حيث أكدت السيدة الأولى أن هذا الحفل هو مناسبة خاصة للشكر لأهالي الأطفال عطائهم الدائم والمستمر طوال السنة، وتمنت للأولاد حياة ملأ بالنجاحات والفرح. وكعادته كل سنة حضر رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان عقب العرض المسرحي إلى القاعة وحيى الأولاد وجال بينهم معانقا إياهم ومرحبا بهم في قصر بعبدة ومتمنيا لهم مستقبلا واعدا وأعيادا مجيدة. وفي الختام قدمت السيدة سليمان الهدايا إلى جميع الأطفال الحاضرين متمنية لهم أعيادا سعيدة. هذا الوزير الجغل سينافس كل وزراء خارجية العالم، بينهم الوزراء العرب ونظيره اللبناني عدنان منصور. فقد قدمت الحكومة النمساوية الجديدة اليوم أوراق اعتمادها رسميا، وبين أعضائها يبرز سيباستيان كورس البالغ 27 عاما وزيرا للخارجية، ومن مؤهلاته وسامته التي تضاهي نجوم السينما. بدأ مسيرته السياسية عام 2008 مرشحا للانتخابات البرلمانية، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على مقعد له،
وفي 2009 تولى إدارة أمانة الشباب في الحزب الشعبي قبل أن يدخل البرلمان الإقليمي لمنطقة العاصمة فيينا، ثم جرت تسميته عام 2011 وزيرا للدولة لشؤون الاندماج. ودافع كورس أثناء توليه المنصب عن سياسة اندماجية تشترط تعلم أبناء المهاجرين اللغة الألمانية قبل إلحاقهم بالمدارس. أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عودة القرد فراغام الذي أرسلته إلى الفضاء بسلام، وهذه هي المرة الثانية التي تنجز فيها إيران عملية كهذه بعد إرسالها قردا أول في كانون الثاني الماضي. ورأى الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر حسابه على تويتر أن هذا الحدث يعبر عن التطور الصاروخي في بلاده، وهنأ العلماء والشعب الإيراني بهذا الإنجاز. أعلن بيان رئاسي في مصر أن الاستفتاء على الدستور سيجري في 14 و15 من كانون الثاني المقبل. في مؤتمر صحفي لفت عمر موسى رئيس لجنة 50 التي تولت صوغ الدستور إلى أبرز مندرجاته الجديدة. في خطاب أمام مسؤولي البلاد الكبار، أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد في 14 و15 من كانون الثاني المقبل، داعيا المصريين للقبول به لاستكمال خريطة الطريق والانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا. شعب مصر العظيم، ها قد حان دوركم لكي تبهروا العالم مرة أخرى، ولكي تجعلوا من الخروج للاستفتاء يوم تعبير عن إرادتكم الحرة، يوم عزة لشعب جدير بالديمقراطية وباحترام الدنيا كلها. إن هذا الشعب الأبي الواعي لم يتخلف يوما عن تلبية نداء الوطن. رئيس لجنة 50 التي تولت صوغ الدستور عمر موسى لفت في مؤتمر الإعلان إلى أبرز مندرجات الدستور الجديد. هو دستور ينص على أن الإسلام دين الدولة، وأن اللغة العربية لغته الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ويتعامل في الوقت نفسه مع شرائع غير المسلمين بالاحترام، بالاحترام الواجب واللازم، فهي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية. وهو دستور يمنع بل يجرم التمييز في الحقوق، يجرم التمييز في الحقوق والالتزامات بين المواطنين على أي نحو ولأي سبب كان. يذكر أن مشروع الدستور الجديد يرسخ امتيازات الجيش المصري، لكنه يعد تقدما مقارنة بالدساتير المصرية السابقة في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة خصوصا. لم تأبه السلطات المصرية لانزعاج الحكومة الليبية من ظهور أحمد قذافي الدم على الشاشات المصرية بعد خروجه من السجن. فمنسق العلاقات الليبية المصرية السابق ظهر على إحدى الفضائيات المصرية بعد تبرئته، ورأى أنه مصدر قلق وإزعاج لليبيا. وفي حديث لقناة المحور الفضائية الخاصة ضمن برنامج 90 دقيقة، اعتبر أن الصراع الآن في ليبيا تجاوز الصراع السياسي ليصبح صراعا على البقاء. لا أستطيع أن أقول بأن الإخوان المسلمين أو التيار الديني هو موالي للأمريكان أو الأمريكان يحبوا عليه أو يحنوا عليه. أعتقد أنه من خلال هذه الفوضى الخلاقة أرادوا أن يظهروا التيار الديني على السطح لينكشف أمامهم لضربه، ثم عندما يصبح التيارات الإسلامية على الساحة سيصبح حرب إسلام في إسلام، تدمير ذاتي. للأسف احنا دخلنا في اللامعقول، أصبحت الأشياء أصبحت زي ما قلت لك خيانة وجهة نظر قابل للنقاش، كانت من محرمات، ولكن الدنيا تغيرت، حتى الطقس تغير والأشياء تغيرت وصور الناس تغيرت، أحلامها تغيرت، موسيقاها تغيرت، إحنا يمكن لم نتغير، ووجب أن يعني طبيعة الأشياء وطبيعة الحياة. أما الغبن اللي في الوطن العربي والبؤس والتخلف، هذا محتاج إلى 100 ثورة. وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين: شرق أوسط أبيض جديد ثلوجه تقارع الحروب، عاصفة لبنان حميدة إلا على النازحين والتبرع في البيال،
اللحوم التي تأكلونها مبللة بالصدأ. المي عم تنزل على الشغيلة وعلى العمال وعلى التجار وعلى المستهلكين. في الخاص مدد لنجدد. إذا في حالة تجديد يجب تعديل البيتي الفقرة اللي بتمنع انتخاب رئيس الجمهورية مثل ما قلت لك إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته. فصائل الحرب في سوريا الأصولية تحارب الحر. وكان في النشرة بدك بيت ب40,000 دولار وقرد إيران عاد من الفضاء بسلام. هذا كل شيء حتى الساعة. الموعد الإخباري المقبل عند 11:30 من هذه الليلة. فإلى اللقاء.